أي من لاعبي الزمالك أثاروا إعجابكم في مباراة الأمس؟ كنت شايفهم بيأدوا بشكل كبير في مباراة الأمس. العديد من اللاعبين قد أدوا جيدا بالأمس. لديكم لاعبين جيدين على مستوى الهجوم، على مستوى خط الدفاع، ولكن افتقاد الزمالك لبعض اللاعبين قد أثر. ولديكم المهاجم كان مؤثرا احيانا في بعض اللقطات في المباراه، ولكن اضاع الكثير من الفرص. ولكن هذا امر قد استفدنا منه جيدا خلال المباراه. اعتقد ان الزمالك لم يكن موفقا، ولكن الزمالك فريق كبير، وايضا نحن كذلك. بالنسبه لي فريق الزمالك ككل، ولكن سيف الجزيري المهاجم كما ذكرت الذي أحرز هدفين أمام الأهلي هو مهاجم خطير بالفعل، وكان مؤثرا على مستوى الهجوم. ولكن الزمالك فريق كبير ونحن نحترمه.